الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة كالمعتاد. البداية مع رأفت ومجموعة من العناوين. مرحبا رأفت. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، راح نتابع بها مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة، والبداية من العناوين. 7 أيام بلياليها، وقضى سيد دخيل في ذي قار تحت نيران الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. نزاع عشائري مستمر يفزع المدنيين ويصيب الحياة بشلل. جريمة متحرش الكرادة تكشف المستور، مواقع التواصل تغص بفيديوهات عن جرائم تحرش يندى لها الجبين، ومطالب بحملة جادة للحد من تلك الظواهر البشعة. هرب من البطالة وضنك العيش أملا بحياة أفضل ليعود إلى أهله جثة هامدة. قصة هجرة الشاب علي السامرائي في أهل المدينة. هذه العناوين والتفاصيل بعد الفاصل. الله بالخير مرة أخرى. الله بالخير رأفت. الله بالخير أزل. يعني تحس أنه مواضيعنا جاي تتعقد يوم بعد يوم. فعلا صعب والله، يعني اللي جاي نشاهده واللي جاي نسمعه واللي جاي نعرضه أو جزء مما جاي نعرضه، لأن هو الناس ما تدري إحنا جزء بسيط جدا مما أنه يفرض علينا الواقع أنه طبعًا. يتم عرضه في برنامج هالمدينة، لكن أنه صدمة الكبرى أنه إحنا ننصدم بهذا الجزء البسيط، فكيف أنه ما خفي؟ كان أقبح. أنا صدق. قلت فعلا أنا أنه أقبح، لأنه أيه؟ الموضوع مأساوي جدا، وإحنا في بداية كل حلقة يمكن ما ذكرت الأسبوع الماضي أنه نعتذر جدا على أنه الطاقة السلبية اللي ممكن تأخذوها من عندنا أثناء بثنا لهذه الحلقة، لكن هذا الواقع اللي يفرض علينا أنه نعرض هذه المواضيع عسى ولعل أنه نعدل الأخطاء اللي يقع بها المجتمع نتيجة التراكم والإهمال منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة. هذه القضايا يا ريت انه ايضا تكون لها صدى عند الجهات المعنيه حتى ولو بجزء بسيط تحاول تصلح ما اخطاوا به في السنوات الماضيه. طيب خلينا نبدا احنا نتيجه كل هذه الظروف القاسيه اللي يعيشها البلد، قاسيه ومؤلمه واكو قبيحه واكو غريبه واكو عجيبه. هناك الكثير لا يحتمل البقاء هنا لان العمر واحد. كنا نتفق، شوفوا يمكن قبل 5 6 سنوات 10 كان هناك الكثير يريد البقاء في العراق، لكن صراحة هسه حاليا أتحدى أي شخص يقول أريد البقاء في العراق، حتى منو يعني بمختلف المستويات المادية. إلا أنا أقول لكم المستفاد، يعني اللي يطلع برا ما يقدر، بس حتى لو هاي هو يقول لك ممكن أنه أنا أطلع وأبقى هنا، يبقى هنا شغلي حتى أستفاد من عنده ماديا. بس بشكل عام الكل يرغب في الهروب، خاصة من يشعر أنه أصبح غريبا في وطنه. وهي حرامات وصلنا لها، يعني هي واحد يحكيها بألم وبحسرة أنه الواحد وطن مثل العراق الناس تيجي كانت إلى تسافر وتهاجر وتسكن به حتى تدور على مصدر رزق واستقرار أيضا، مثل ما شفنا كثير من الدول العربية تجي هنا. هسه حاليا أبناء هذا الوطن يردون يهاجروا، طبعا اللي هاجر هاجر، لكن حاليا هناك ضغوطات كبيرة خاصة على الشباب في الهجرة. يعني هو ما مستحيل إنسان يجازف بحياته خاصة يطلع عن طريق التهريب، يعني مو بشكل أصولي مستحيل هو يجازف، يعني هو حاط أما الموت أو الحياة، وأهله هم عارفين أما الموت أو الحياة. إلا هناك ظروف قاسية ومرة وصعبة جبرتها على الرحيل. صح. هاي القصة راح نعرضها، هي قصة من بين عشرات الآلاف من القصص. هاي إذا أنا ما كنت أريد يعني أصغر من الموضوع، أنا متأكدة هناك ممكن الملايين يعني هاجروا أو سيهاجرون أو قاعد يهاجرون هسه حاليا عن طريق الطرق الغير شرعية، لكن هم مجبرين أحيانا. ما طبعا مو بس إحنا بلدنا، بعض البلدان أيضا العربية المتضررة اللي حكوماتها ما عندها قيمة أو ما حاطة قيمة لمواطنيها، ومن ضمنها للأسف إحنا العراق. لذلك عندنا الكثير من الشباب اللي راح نشوفه إحنا من سامراء قصة
تشابه آلاف القصص، وكل واحد طبعا عنده تفاصيل مختلفة، لكن هي القصة تحواها واحدة. ضغوطات، لا عيشة في العراق، لا حياة، لا طعم لها، فيضطر أنه يهاجر بطريقة غير شرعية، لأنه تعرفوا نحن ما نقدر، يعني نادرا ما واحد يسافر بطريقة صحيحة أو يلقى له شغل ويقدر يسافر بطريقة أصولية. علي راح وحاول أن يهرب من الموت لكنه عاد ميتا. هذه التفاصيل رح نسمعها احنا. شوف الألم اللي تركه علي على أهله اللي رح يبقى مدى الحياة، على أمه وجده وأهله وأبوه وإخوانه وأصدقائه مدى الحياة. صح. هي ما أقدر أقول أنا نصيحة لتهاجرون، لأنه كذب عليكم. كلتنا نود الهجرة لأنه البلد ما عاد يحتضنه، بدأ هو يقول اطلعوا، يعني أنا أحس العراق كان ما يقول طلعوا أحسن، أنا صح قلبي عليكم وأحبكم وأريدكم تبقون، بس حتى تعيشون طلعوا، أنا أحس الشكل يقول لنا. فما أقدر أقول لعلي أو غير علي أو أمثاله لا تطلعون، هو كل واحد وقراره ومصيره، لكن هي نصيحة أنه أحيانا ممكن يواجهك الموت، فحاول بطريقة أو بأخرى أن تسافر بطريقة شرعية. هذا اللي أقدر أقوله، لكن ما أقدر أقول لكم لا تهاجرون، لأن أشذب عليكم وعلى نفسي. تابع التقرير، ونتمنى هذا يوصل مو للناس، يوصل للجهات المعنية المسؤولة اللي ما عندها إحساس، اللي بسببها إحنا جاي نهاجر، بسببها جاي نطلع ونتعرض للموت ونرجع نندفن في أرض هذا الوطن. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين. قصة الشاب علي السامرائي الذي هاجر إلى أوروبا لكنه عاد بطريقة مختلفة لكي يحتضنه بلده مرة ثانية. ابقوا معنا أعزائي المشاهدين لكي نتعرف على قصة الشاب علي السامرائي. أفور أبعاد تمارو أفور أبعاد مشاهد هاجر من تركيا إلى ألمانيا، وصل حدود البلغارية. كم شو البلغار هم 20 واحد، كم شوهم رجعوهم وين للحدود، خشوا بالدبوهم بالغابة. الغابة تعرف غابة، يعني الغابة راحوا هم 20 ما لقوا، ما رجع من بقوا 4 و 17 رجعوا لإسطنبول، هم الأربعة ظلوا. عيابة أنت رحت ويا علي وين علي وين علي وين، ما انطانا نتيجة يعني علي وين. علي قال آخر شيء غطيته بالقميص وبعدين نشفته ما أدري شنو، وما قال مثلا هو متمرض مريض وأنا غطيته ما أدري إيش، ما لا ما قال. اشتغل عندي كابع معود، هذا اخذه ببلاش، ما اريدك تقطع، هاي بلاش، لا اجار لا كل شيء، بس اخذه. ابوه قال لي ابي لك البيت عام، ابي لك البيت ابني، انا مريض امك مريضه، ابي لك البيت واخذ الفلوس كلها، شد تتصرف يا صلاح. قال لا الا اطلع الا اروح على المانيا، وانا ذي جت طلعه الغابات وهذا الله يسلمكم ان شاء الله. وين هذا الجواب؟ هذا سعد مسجد. افور ابعاد تمروا افور ابعاد مشى. كلهم مصلى ولا هو ما؟ يلا ظلت من جهه الدرج خليك طلعها وهذه. هم جايبين ذابيهم بالغابة، ماشيين بالغابة التركية. هذا جماعتهم يمشون قدامهم بالنص، واصلين مسافة تقريبا من الليل للفجر، قاعدين الصبح. جاي هذا النجفي هذا علي صاحبه صديقه، وبالطريق لاقيه ورا المجموعة سامح وكلهم متقدمين رايحين، كل المجموعة ماشية، بس علي ظل هسه الحكالية ظل بوحده. علي طيب ما بيشي ظل بوحده،
بس شنو منهك، ماكو لا اكل، ميت من الجوع، لا اكل لا ملابس لا شيء، تمطر الدنيا تخلص ماي كل شيء. يعني هذا مو حال، هذا اللي يروح يجي يروح يجازف يروح، مو هذا الحل. انصح الشباب نصيحة مني، شفت هاي المعاناة والاتصالات وياهم واللي شفت الغابات، نصيحة أنصح الشباب بأنه لا يهاجر، حتى لو مهما يكون يكون في بلده يحصل مهما يكون يعني العيشة هناي يدبرها، يعني طريق مخاطرة. والجماعة المهربتية كلهم عصابات مافيا ينكتون باللي يأخذهم وياهم، نادرا نادرا يصدقون بوصولهم. كلها خسرتها، كل شيء ما ظل عندي، كل شيء ما ظل عندي، يعني كل شيء ما ظل عندي. هو كان سندي راح، وراح كله وياه، راحت روحي، راحت عيوني، راح قلبي، يعني خسرت كل شيء، خسرت. بس لو بمسوي لابني في الشيء، لو مضوي ما اخسر ابني انا، كان ليش انت شباب حلوه تحسبهم الدنيا عمرهم 25 سنة ينحطون جوا التراب. أنا هسه خسرت، قلت لك عيني وروحي وقلبي، ويعني هسه حتى قلبي أسود عليها، يعني الناس كلها تحسفتها على العقلة وعلى الثقلة. لو يجد من يحتضنهم من عمل، من وسائل أخرى، من مشاريع. خريج وخمس سنوات صار لخريج ولا يجد من يلتفت إليه، هو وآلاف من الخريجين. مريضة حاجة صبي عام، والله ما يرهم ما يرهم، أنت خلي إيمانك بالله قوي. إنا لله وإنا إليه راجعون. نبلغكم بشيء من الجوع نقص من الأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. والله صعب الحديث عن الموت وعن ما بعد الموت، يعني أهله. أنا حكيتها قبل البرنامج أنه ترى موت الشاب عمره 26 سنة، ترى علي 26 سنة وخريج، يعني إنسان أهله تعبانين عليه. والموضوع مو موضوع مادي، هو فارق كبير أنه واحد ماديا صح هو يبحث عن تعيين، لكن هو يبحث عن حياة، عن قيمة للحياة. يعني إحنا بلا عمل وإنتاج ما نفرقش، يعني كواحد أحيانا واحد يحس على نفسه، إحنا جاي نقول أنه روتين صاير الحياة. أنت تشعر من تقدم شيء بعملك ببيتك أنه لك قيمة بهذه الدنيا، أنه الحكومة من مهتمة بك صحيا ومعنويا، وهاي إلها. فالناس هنا ما تشعر أن لها قيمة، يعني الشاب يقول أنا ما عندي قيمة في هذه الحياة، خليني أسافر. لأنه يشوف أقرانه في بقية الدول طبعا، يشوف الناس اللي يتخرجون شنو اللي ينتظرهم، بالضبط شنو المميزات اللي راح يحصلون عليها، أنه بعد ما يتخرج يكون عمره يتجاوز 22 سنة. لكن للأسف أنه احنا عندنا بالعراق أنه أولا رفعوا من عندنا أنه موضوع الانتماء لهذا البلد، ما حسسونا بحب هذا الوطن مثل ما كنا قبل، أو الأجيال اللي قبلنا كانت عايشة تحس بحب هذا الوطن رغم الظروف اللي عايشها، لكن أنه هو محب للوطن. هنا خلونا نأيس، وصلونا لمرحلة اليأس، أنه الشاب أول ما يتخرج يأخذ شهادته ويطلع برا، وحتى إذا أخذ شهادته ترى شهادتنا برا ما معترف. واللي قلت لك أكثر واللي قهرك أكثر أنه عندنا شباب درسوا في جامعات معترف بها دوليا، لكن تجي للعراق انه معادله الشهاده ما تقللون من موضوعك. فدمروا الشباب بشكل عام، اذونا احنا كعراقيين. لحد هذه اللحظه ما عندنا رغبه بالبقاء في العراق ولو لسنه واحده، زين، كلها تريد تهاجر، كلها تريد تطلع وتغادر هذا البلد اللي تحكمه ثله فاسده من 2003 لحد هذه اللحظه. ما شفنا أنه خططوا بشيء إيجابي من أجل مصلحة هذا البلد ولا من أجل مصلحة المواطن العراقي. يوم أمس في حصاد الشرقية أنه 200 ألف مهندس عراقي عاطل عن العمل، تخيلوا أنه 200 ألف مهندس، إنما أنه دول العالم أو هاي الدول العربية وحتى الدول المتأخرة اللي حالنا حالهم، زين، عندهم أهم اهتمام بهذه الشريحة. ليش؟ لأنه المهندس هو بناء، هو أعمار، هو تأهيل، هو تخطيط، كل شيء هو المهندس. لكن احنا بالعراق هذه الأمور عندنا مغيبة تماما بسبب الإهمال والابتعاد عن
كل ما يخدم المواطن العراقي والتفكير بمصالحهم الشخصية فقط، مصالحهم الشخصية. لو كان أبوه عمه خالة واحد من أقاربه مسؤول ما كان وصل الشاب علي سامراء لهذه الحالة، كان أنه طلع بشكل رسمي وكان يمكن حتى عنده جواز دبلوماسي، لأنه احنا صار أيام والحديث مستمر عن موضوع الجواز الدبلوماسي واللي مصدرين 15,000 جواز دبلوماسي بالعراق، واليابان تعدادهم السكاني فوق 100 مليون، لحد الآن 1000 جواز ما مصدرين الكامل. فشوفوا الفرق اللي بيننا وبين هذه الدول المتقدمة، احنا الجواز الدبلوماسي ترى بعد أيام قليلة، زين وأشهر قليلة، يعني الدول العالم ما راح تعترف بالعراق كدولة، مو بالعراقيين كعراقيين، بالعراق كدولة ما راح تعترف به نتيجة هذا التصرف الصبياني الغير رزين الغير متزن من قبل الجهات الحكومية اللي تحكم هذا البلد. احنا عندنا قضايا، وهذه القضايا أصبحت شائكة بالبلد، التفكك الأسري اللي وصلنا لمواضيع خطرة جدا، واللي آخرها اللي منتشرة واللي غصت به مواقع التواصل الاجتماعي موضوع التحرش. بعد ما انعرض فيديو خاص بمتحرش الكرادة، الناس بدت أو الفتيات النساء أنه صارت عندها جرأة أنه تنشر وتفضح المتحرشين، وإحنا هذا من زمان نحكي بنقول أنه أي متحرش يفضحوه، لا تخلون المتحرشين أنه يمر يومهم بسلام، لأنه ذولا عثب المجتمع العراقي، آفة على المجتمع العراقي. شلون المخدرات أنه طاحت بالمجتمع العراقي، المتحرشين حالهم حال هذه المخدرات. فيا ريت أنه تكون عندنا جهات معنية، جهات قانونية، جهات رقابية، حتى تحاسب وتحد من هذه الظاهرة البشعة اللي أطاحت بسمعة المجتمع العراقي. العراق بتروح برا يسولفون أنه العراقي كرم وغيرة وطيب وشهامة ورجولة وكذا، لكن بسبب هذه التصرفات السيئة والصبيانية والغير متزنة والشاذة أنه أطحتوا حتى بسمعة الرجل العراقي، خليتونا أنه نصبح مجتمع ذكوري، نفكر فقط أو وتوصل صورة عنا لجميع العالم أو لجميع دول العالم أنه إحنا نفكر بس بغرائزنا، احنا مو بشر، وكانه تحولنا من الله خلقنا بشر الى صنف الحيوانات. ترى حتى الحيوانات انه عندها تحكم بهذه الغرائز، الا احنا انه اصبحنا محط صخريه وكلام بشع بمواقع التواصل الاجتماعي نتيجه هذه الافعال المأساويه. انعرض فيديو، تعالوا شوفوا الفيديوهات اللي انعرضت، شوفوا الفيديوهات اللي بدات تطلع انه صادمه اكثر من فيديو الخاص بمتحرش الكراده. طيب ليش؟ شنو اللي وصلنا لهذه المرحلة؟ ليش اللي خلانا نوصل لهذه المرحلة المأساوية؟ مو قبل ما كنا نسمع هذه القضايا، ما كنا، يا ريت انه يكون اكو علاج لهذه الظاهرة البشعة. احنا حتى نسولف اكثر بتفاصيل هذا الموضوع تنضم لنا المختصة بعلم الاجتماع الدكتورة رؤى احمد. مرحبا دكتورة. يا اهلا وسهلا، علم النفس. حياك الله. مرحبا دكتورة. اهلا وسهلا بكم، شكرا دكتورة. جزيلا دكتورة، هذه الحالات الشاذة أو هذا التصرف الشاذ، أنه شلون نقدر نخلص المجتمع العراقي من وجود هذه الحالات البشعة وهذه الظواهر البشعة في مجتمع كانت سمعته جيدة بين دول العالم بشكل عام منذ بداية تأسيس هذه الدولة العراقية أو منذ تأسيس العراق ولحد هذه اللحظة، لكن بسبب ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهذه الظواهر الشاذة أنه بدأت سمعتنا تسيء أكثر فأكثر، فهل هناك شيء بعلم الاجتماع أو شيء لدى المختصين من أجل معالجة هذه الظواهر والقضاء عليها بشكل سريع وعاجل؟ نعم، هو بشكل عالمي في توجهات للشخصيات أو للاضطرابات الشاذة، وخاصة فيما يتعلق بالاضطرابات الجنسية الشاذة، في توجه عالمي بالزياد، وذلك لأسباب مختلفة طبعا، من عدها مواقع التواصل الاجتماعي، من عدها الانفتاح على العالم، من عدها كثير من، وحتى يمكن العولمة والتفكير بالفردانية، كلها خلت الناس تندفع أكثر حول الاهتمام بالغرائز الجنسية والاضطرابات النفسية الجنسية، تزداد أكثر فأكثر بشكل. طيب دكتورة خلي أقاطعك، ممكن أنه اللي تتحدثين به حضرتك صحيح، أنه الناس بدأت أنه تفكر بغرائز جنسية بسبب الانفتاح أو بسبب ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم رقابة الجهات الحكومية العراقية على هذه المواد اللي يتم عرضها، لكن أنه هذه الحالات أنه بدأت أنه للمتلقي العراقي أو للمواطن العراقي أنه غريبة
عجيبة. فأنت أوكي كرجل أنه عنده غرائز أو هي الغرائز موجودة عند الجنسين أنه أوكي فكر بهن، لكن داخل منزلك داخل ما متاح لك، ليش أنه بديت تتصرف بهذه التصرفات الغريبة البشعة اللي بدأت تظهر للعلن وأنت تتصرف كأنه شيء طبيعي وكأنه اليوم أنت جالس في غرفتك أو غالق عليك باب غرفتك بقفل وماخذ راحتك؟ جميل، مثل ما حضرتك تفضلت به، لأنه هو أي اضطراب ما رح يبقى حالة حال، أي مرض كان ما رح يبقى على حالة، فيبدي يتطور. فأنه هم بدأوا باضطرابات معينة كانت موجودة لكن أهملت وما تعالجت، قد تكون من صدمات الطفولة، قد تكون من اضطرابات مشاكل أسرية، قد تكون من تقليل من قيمة الذات، من مشاكل دراسية، من كل هذه الأمور أنه تدفع الواحد لوجود اضطرابات نفسية جنسية شخصية. بالتالي هذه الفئة لا تعترف بوجود مشكلة عندها. دكتورة رؤى، احنا البارحة كنا، يعني انا اسفة اقاطعك، البارحة احنا كنا ماخذين هذا الموضوع وحكينا به مع خبير قانوني ومع ناشطة في حقوق المرأة. انا ما يعني ضد انه نستخدم نقول عندهم شذوذ جنسيه ومرضى نفسيين، هذا تبرير انا اعتبره، معناته انه انا في كل واحد احط له في خانه، ترى طبيعيين، لانه انا اقول لك عايشين حياتهم بشكل طبيعي. احنا كنا اذا نريد نرجع للواقع احنا كنا مرضى نفسيين، واذا بمقارنات لان كنا مرينا بظروف صعبه، عايشين بالعراق ترى واحدنا زين من عنده من ماشي بطوله صراحه على كميه الضغوطات اللي نعيشها، لكن ليش اكو فرق بين واحد وواحد؟ يعني إذا أنا لا نحطهم بخانة المرضى، طبيعيين، المنتسب طبيعي قاعد يؤدي عمله ومتزوج وعنده أطفال، اللي طلع في البارحة اللي طلع يبرر بتبرير غبي لو ما طالع أحسن له، بس أنا أعرف أنه صار عليه ضغوطات من عائلته، أكيد زوجته وأطفاله وعشيرته أكيد، فطلع يبرر أنه أنا مريض وما أعرف شنو بطريقة سمجة جدا. فأنا ضد التبرير ولا مرضى نفسيين، لأن احنا كلتنا نعاني من عندنا تبعات نفسية قديمة، لكن الفرق ممكن التربية، اكو فرق انه اكو شيء صار عندنا كله عادي، ماكو قانون، اني المتسلط، التربيه انا ارجع اقول هي قضيه تربيه، قضيه ممكن الاخلاق والقيم والدين. وست أزل عزيزتي على راسي هذا الكلام، بس انه اكو شيء كلام علمي، هذا ليس تبرير. الاضطرابات النفسيه تختلف عن الامراض النفسيه عزيزتي، والاضطرابات الشخصيه تختلف حتى عن الاضطرابات الاعتياديه، فبالتالي في فروقات علميه موجوده. او الاضطرابات الشخصيه وهو يعني واحده من هذه الاضطرابات هو الثالوث الاسود اللي هو اصلا لا يعترف، السايكوباتي ما يعترف انه هو عنده مشكله، النرجسي لا يعترف عنده مشكله، المعادي للمجتمع لا يعترف عنده مشكلة، فبالتالي هذول يمارسون هذه الأفعال وهم أصلاً ناكرين داخل نفسهم أنه جاي يقومون بعد على هالحكي هذا دكتور الرؤى الكل مريض، لأن احنا حالياً أخذنا عينات البنات وين تلتقي بالرجال؟ العمل ما يقدرون يصورون، يعتبرون زملاء وجوز ما يقدرون يجتازون هذه الخطة ويصوروها، وبالتالي هي تخسر وظيفتها. لكن ممكن أبو التاكسي واللي صاعد بالكوستر واللي صاعد عبرية بدأ ممكن تصويره، لأن هي ما لها علاقة بي، تربطها علاقة عمل، تصعد اليوم وياه بعد يجوز سنة ما تصعد وياه. فإذا احنا اليوم عندنا اليوم بس خلال يومين 7 مقاطع نزلت، لا هاي كلها مضطربة نفسيا، لا احنا نعيش في مجتمع كله مريض نفسي. مو مريض نفسي، مضطرب. نعم نحن لدينا اضطراباتنا، واللي تفضلتي به هذا تكملة على الأمور الأخرى، موضوع التربية، موضوع القيم، الأخلاق، هذه تيجي كلها مكملات، لكن هذا لا يعني أنه هو أو أنه قد تكون هي حتى اللي حضرتك تفضلتي به هي هاي البدايات، لأن ماكو تربية، لأن ماكو قيم، ماكو أخلاق، ماكو اهتمام. طيب بالأسرة دكتورة رؤى، احنا نعتذر من حضرتك أنه دنقاطعك بشكل مستمر، لأنه احنا نريد نوصل للخلاصة. نعم، أريد أنه بشكل مختصر شلون نعالج هذه الظواهر، شلون نتخلص من عندها؟ بس أكمل ولا لا؟ لا كملي إذا العلاج. بس إحنا نريد أنا أقول لك التبرير، أنت تطين الشماعة يعني لهم. هسه حاليا كل واحد، هسه العائلة تطلع تقول والله ابننا مريض، تعرفين ساعات المجرمين يقولون لهم والله ابننا مريض وعنده حالة نفسية حتى ينفذ، فإحنا ما نريد نعطيهم العلاج حقيقة، هذول مو مرضى وما بهم شيء، كنا مضطربين. إذا أنا أقول لك إحنا كنا تعبانين نفسيا، أنا أول وحدة على التقرير اللي نشوفها أنا تعبانة نفسيا، لكن مو معناته أنه أنطي تبرير. لا فرق بين التعبانة والمريض، إحنا مرضى نفسيين صرنا. أي فعلا، بس مو معناته هذا مبرر أنه أنا راح أسوي شيء غلط. نتمنى الحل يطلع بشكل مقنع حتى نلتزم به كمجتمع وكدولة بالتحديد. اولا المضطرب لا يحاسب قانونيا لانه هو في كامل قواه العقليه، فاغلب
الدول متفقين على هذا الشيء، وهو ليس مبرر، ولكن هذا في خانة أنه عنده سلوك غير سوي. الشغلة الثانية، العملية اللي جاي يقومون بها البنات بذكاء هو أنه وجود إثبات دليل قاطع، وأنه تكون أنه الشخص المقابل هو واثق من نفسه بدون أدنى شك أنه ما اللي الشخص المقابل اللي المضطرب اللي جاي يقوم به هو شيء غلط، بهذا بحد ذاته يخلي أمام الأمر الواقع إما أن تعترف أنه أنت عندك مشكلة وتروح تتعالج، أو أنه حتى لو ما تعالجت توقف هذا السلوك، أو أنه يكون شيء آخر، يعني يكون إلى عواقبه الأخرى القانونية أو الاجتماعية. النقطة الأخرى، يجب على المؤسسات الدينية والتربوية العمل على هذول الناس بشكل احتوائي وليس بشكل إقصائي. إحنا إذا دائما نقصي الشخص اللي ما يعجبنا أو خارج عن المجتمع، ما راح انه ذاك الوقت ما راح يكون عندنا نتاجات غير من الأسوأ الى الأسوأ بعد. فبالتالي لازم يكون عندنا خطه تربويه علاجيه نفسيه حتى نحاول نحتوي هذولا عبر المؤسسات الدينيه، عبر المؤسسات التربويه، لان هذولا على تماس باكبر شرائح من المجتمع. تجي بعدين دور المجتمع المدني في توعيه الفتيات على يعني خاصه، لان هذه مشكله اكثر مع الفتيات، وبالاضافه الى هذا تحذير الفتيان من عواقب وخطورة هذا الموضوع إذا سووه بشكل يعني بشكل علني. لأن هنا احنا عندنا شغلتين أساسية، واحد انه هو عنده سلوك قهري ويجب ان يعالج هذا السلوك القهري، الدافع الجنسي يدفعه فعقله يبدي انه خلاص يتوقف، اهم شيء غريزته. الشغلة الثانية، اضطراب الاستعراء هذا بحد ذاته كشف الأعضاء التناسلية امام الملأ، هذا مو شيء طبيعي نهائيا. مثل ما حضراتكم تفضلتوا، هذا ممكن يكون في غرفة النوم بس ما يكون انه على الملأ. فبالتالي هذا لازم يخضع إلى جلسات علاجية مكثفة لي يعني معرفة الأسرار. والله يا دكتورة، هم إحنا عندنا الجهات المعنية ما توفر مراكز علاج للمدمنين المخدرات، واللي هي هذه أفضل المجتمع. فكيف يحاولون فعلا من مدمنين المخدرات أو اللي من اللي يتعاطون أي شيء، أو واحد من المثلث الأسود اللي هو موجود في الشخصية، لابد ما عنده شيء من هذا من هذول المكونات الأساسية تدفع لمثل دكتورة. المختصة بعلم الاجتماع وعلم النفس الدكتورة روى أحمد، شكرا لانضمامك بهذه التفاصيل المهمة حول موضوع التحرش اللي حدث منذ أيام ولحد هذه اللحظة، وأكيد احنا مكملين في بقية مواضيعنا، لكن فعلا أنه هذا الموضوع شائك وعقيم، وفعلا أنه يراد له وقفة جادة من قبل الجهات المعنية من أجل حد هذه الظاهرة، مو بس حدها، لا، إنهائها بشكل سريع وعاجل من خلال رادع قوي من قبل الجهات المعنية، ومحاسبتهم بالسريع العاجل حتى يكونون عبرة لمن يعتبر، وبالتالي أنه كل الناس أو بعض الناس اللي يتصرفون بمثل هذه التصرفات، يا ريت أنه تفكر أنه اللي صاعده هي أختك، هي أمك، هي بتعمك، بتخالك، فكيف أنه راح تتقبل أنه أحد الشباب الآخرين ممكن أنه يتحرش بها بهذه الطريقة البشعة. والله أنا أقول التربية هي أساس كل شيء، الابتعاد عن التربية ترى كل شيء تحوي. الموضوع أكيد ما رح نسكت عنه، رح نكمل، لأن هذه قضية تخص مجتمع بأكمل، ما تخص فئة معينة. إحنا ما جاي نحكي عن موضوع سرقة مثل ما إحنا نحكي، هذا موضوع يعني ممكن ذاك بتبرير، هذا فقير واضطر إنه يسرق، لكن هذا موضوع فاضح ومعيب على نفسك وعائلتك وأسرتك، عيب ومدى الإجيال يسجل بعدين قدام العالم. إحنا صرنا شهرة، صار ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، العالم جاي تتفرج علينا، عيب احنا نحكي بمثل هكذا تفاصيل المفروض ما تصير، ولا كنا نفكر يعني ما ايش قد فكرنا باشياء سلبيه، بس والله ما فكرنا انه نوصل الى هذا الحد. يمكن التربية من اسبابه انه الكبت والعزل، لا 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 لا, لا, لا هذا هم فكرنا به متزوجين اغلبهم، ماكو هذا، ماكو داعي ممكن. ماكو داعي، ناس كبار بالسن متزوج وعنده احفاد، شنو الكبت؟ لو شاب كبت لو كذا نقول بسبب انه ما فرض علينا بسنوات الماضية، او ما فرض علينا من قبل الجهات المعنية بفصل التلاميذ منذ الابتدائية، لانه كل دول العالم هسه احنا نشوف مختلطة، فبالتالي يكون عنده اشباع، هو انه خلص انه هي موجودة عنده اعتبرها قدامه طبيعي، بس احنا لا، ما يصير تقعد بالمدرسة، ما يصير بالمطعم، ما يصير بالاماكن المختلطة، ما يصير، فبالتالي انه حس صح زين، انه بس انا اقول لك فراغ التربية انه تنطي انه الولد كل شيء مباح له في بالبيت، مباح ينزع يفتر هو ما لابس ملابس، قد يضرب البنات، ياكل قبلهم، هواية امور. احنا عندنا تربيتنا غلط، والام هي مو الاب، الام اللي قاعد تربي، انت الولد مثل البنيه، كنا
كنا نقعد وانا هاي انا هواي عدتها بس بهذا الموسم ما عدتها، قعدوا على صينيه وحده، انا اهلي علمونا نقعد على صينيه، واحد ينتظر الثاني، الاخ ينتظر الاخت، احنا هنا عندنا الاخ نحط له الاكل ونحط له اللحمه ونحط له، في حين البنيه مذمومه، فصار عندنا انه المراه تجاوزها بالشارع. تفكك اللي احنا حكينا به قبل البرنامج، تفكك اسري صار بسبب ما دخل علينا بعد 2003. لا احنا ما عندنا شوف رأفت، الام تعتبر يعني هاي هي متوارثتها، الام مظلومه فتظلم وهكذا. الموضوع شائك، فاحنا ما نريد نسولف فيه، ففعلا الموضوع شائك لانه الموضوع عقيم جدا. موضوع الوضع الاقتصادي ايضا سبب من الاسباب الرئيسيه، الكبت اللي حكينا عليه قبل قليل، لانه احنا لحد هذه اللحظه في اوروبا في كل دول العالم انه نشوف اثنين قاعدين بلحظات حميميه ممكن انه تغض النظر عنهم، لكن احنا بالعراق ما عندنا سالفه بسبب هذا الكبت كذا. فانه يا ريت انه الاشياء الايجابيه اللي نشاهدها برا نتعلمها، مو نجي انه ننقلها لحالة سلبية وبالتالي أنه تصبح ظاهرة. لذا يشوفون هاي المقاطع لا نقول لهم وين أكو احترام، أكو احترام للمرأة والرجل بدول العالم، لكن أنه التجاوز واللي صار واللي فرضت علينا الأمور الدينية والحكومات المتعاقبة بعد 2003 هي سبب رئيسي بانهيار المجتمع العراقي وانهيار البنى التحتية للفرد العراقي، سببها موجود والكل يعرفه، هذه الثلة اللي حكمت منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة، ومن تجيهم واحدهم الله أكبر وصوم وصلاة ويروح للحج. هو احنا عبادتنا فقط رياضة حركات فقط، ماكو هنا الإيمان بالقلب. روح إلى سرمد بليبل مباشرة إلى الحلة، والموضوع كلش مهم. نعتذر سرمد يمكن أخرناك، بس والله يعني مجتمعنا اللي قاعد نمر به يعني مفاجأة ما حدث، فشوي نعتذر. على الأقل احنا خلينا نتكلم بماضينا، يعني احنا مستقبلنا مجهول، فأنا ما راح أدنا يم المستقبل، وحاضرنا هذا وحاضرنا اسود ومصخم، على الاقل نشلب بالماضي. يعني هذا على هذا ابسط اضعف الايمان عندنا هسه حاليا، لكن احنا يبدو انه حتى ماضينا فنبقى فنصير لا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. واخر شيء احنا يقول لك كانت هناك دوله عظيمه اسمها العراق، للاسف هاي نحكيها بالم ومراره. اثار بابل يقول لك في الاخير انه حاليا هاي اللي احنا كنا نطالب انه يكون هناك فنادق وجسور في بابل وكذا وكذا حتى الناس تجي للاثار، واذا بها الاثار المسكينه بدت تنهار، والمياه الجوفية أثرت كثيرا، وهناك دراسات أخيرة تقول أنها قد تكون يعني آيلة للاندثار. شنا يعني سرنا باعتبارك أنت في موقع الحدث حاليا؟ نعم أزل، من التفكك الأسر اللي كنت تحدثين به مع رأفت إلى التشققات في جدران المواقع التاريخية اللي موجودة في مدينة بابل. نعم أزل، تقرير أخير، تقرير أرماني يتحدث عن وجود انهيارات وتشققات في مواقع كثيرة في العالم من ضمنها مدينة بابل التاريخية. أزل نتواجد الآن وبشكل حصري من أمام بوابة عشتار داخل مدينة يعني عاصمة بلاد الرافدين مدينة بابل التاريخية. هنا الحديث المواطنين المهتمين بالثقافة المهتمين بالفنون يتحدثون عن إنقاذ هذه المدينة. اليوم كان لنا حديث مع المسؤولين في مدينة بابل الأثرية، وتحدثوا انه هنالك وجود تشققات في او انهيارات في احد المعابد اللي موجود داخل هذه المدينه. اليوم المطالبات من قبل الاثاريين من المهندسين المعماريين ولا المثقفين والادباء اللي موجودين بالمحافظه يطالبون حكومه بغداد وايضا الحكومه المحليه بالتدخل السريع، طيب. زياده تخصيصات ماليه لهذه المدينه، انشاء صندوق او انشاء سرمد. تحدثت حضرتك انه ذكرت انه تحدثتوا والتقيتوا ببعض المسؤولين وتحدثوا عن وجود تشققات في مدينه بابل الاثريه، طيب انه نعم. اليوم المطالبات اللي كثرت من المثقفين من البابليين من العراق من كل عراقي غيور ومحب لبلده ولماضيه انه يطالب بايجاد حلول سريعه، هل وعدوكم ب إيجاد حلول سريعة وتطبيقها على أرض الواقع من أجل إنقاذ ما تبقى من آثار بابل أو من مدينة بابل الأثرية؟ رفض حتى اللحظة يعني حتى ساعة البرنامج لم يصدر أي بيان حكومي يتحدث عن خطوات جدية لإنقاذ المدينة التاريخية من التغير المناخي. تحدثت لك التشققات موجودة، عفوا التشققات موجودة في أحد المعابد في المدينة التاريخية، أي الخبر صحيح، واكيد هنالك يعني راح تكون حملات تطوعيه وايضا حملات اخرى للناس مهتمين حتى يطالبون حكومه بغداد. اليوم القضيه اذا ما تصير ترند
ما اعتقد بالبلد انه يتحرك تجاه اي مسؤول حكومي. وهي نبقى احنا سرمان نشتغل على ترندات فعلا. هذا غير بلد، هذا هو الترندات. انت يعني حكينا فتشغل كلش سرمد سرمد. احنا ما اكتشفنا يعني، احنا اهل البلد ما اكتشفنا تشققات. جت تقارير دوليه هي كشفت ان الموضوع ترى مو عيب، يعني يعني اهل البلد المفروض من الحله هناك ناس مختصه مستشاره، يعني هذا اختصاصها. هو ما يدرون، اجت تقارير من برا عرفت انه عندنا تشققات. يعني ما ادري، زحمه شوي. ازل زحمه هواي والله. ازل اكيد للاسف البلد يخلو من هذه المراكز المختصه بالاثار، وايضا يعني هنالك تخوف من الحديث بهذا الموضوع لاعتبارات كثيره. اليوم من كانت هنالك زياره لواحده من الاثاريات المعروفات في 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 اوروبا، فتحدثت عن زيارتها لبابل بصدفه. طبعا هي تتحدث تقول انه انا كنت هناك موجود والكل يرى يرى. طيب يعني سرمد سرمد ما سمعنا ما سمعنا من بعض المصادر، اذا تسمح لي، ما سمعنا من بعض المصادر اللي تتناقل مثل هذه الاخبار، هناك وجود مهبط للطائرات المروحيه او لمهبط للطائرات بشكل عام في في المدينه الاثريه في بابل، هل هذا صحيح؟ رفت طبعا هذه نقطه جدا مهمه وتضاف الى موضوع التغير المناخي. اكو شارع يمر بالمدينه التاريخيه يتجه الى الى المناطق الشماليه والى بغداد، هنالك مطالبات بغلق هذا الشارع باعتبار هنالك فايبريشن اهتزاز يصير بالارض اللي موجوده بالقرب من المواقع التاريخيه، بالاضافه الى موجود مهبط للطائرات السمتيه والطائرات اللي توصل المسؤولين الى الى محافظه بابل طبعا الوزراء وغيرهم. هذه هذا جزء من يعني يعني وشنو مخصصين بس للمسؤولين سرمد؟ عذرا يعني انه مخصصين بس للمسؤولين، كون انه المسؤول مزاجه برتقالي ما يتحمل انه يصعد بسيارته من بغداد الى الحله واللي هي ما تتجاوز الساعه ونص او ساعتين، ما اعرف انه المره يحلها بالسياره انه حتى يوصل للحله، لو انه يضوج مثلا من التخسفات والطاسات اللي موجوده، فلازم حضره جنابه انه لازم يصعد بطياره خاصه وينتقل من بغداد الى بابل. يعني ما اعتقد انه اليوم بالضبط انه اللي نشوفه هو صحيح او مو صحيح. صحيح صحيح، المسؤولين اللي الكبار او ما يسموهم الكبار عندما يصلون الى محافظه بابل عن طريق هذا المهبط، وايضا استخدم في عمليات المكافحه في المخصصه للاراضي. طيب خلي يسووه، خلي يسووه بعيد عن هذه المدينه، لان هذه الاهتزازات يعني تاثر. يعني المختصين يعني ما قالوا لهم او يعني يابا ترى هاي تؤثر عليها، ما اعرف هل ذكرت ضمن التقرير انه ترى هناك هناك مهبط للطائرات فيؤثر ايضا على الـ على الـ على الاثار؟ ما حد قال لهم؟ ما حد هذا هذا لا هذا لاول مره يذكر هذا الموضوع من خلال برنامج اهل المدينه. هذا الموضوع تقريبا ما يعرفوا الاثاريين اللي يجون، تعرفين زيارتهم تكون سريعه وغالبا ما تكون انه يعني اتحدث عن الاثارين العالميين اللي يكونون موجودين في مدينه تاريخيه في بابل، هذه زياراتهم سريعه. بس هذا الخبر اللي وصلنا هو من الاهالي اللي موجودين اكيد يراقبون هذه طبعا هذه المدينه وحرصهم عليها وتواجد يعني تواجدهم بشكل دائم قرب هذه المدينه الاثريه، وهم طيب خير من حافظ طيب عليها ما بعد 2003. طيب سرمد هسه احنا على الله وعلى الترند وعلى المتطوعين، بس تعرف هذه الاماكن الاثريه تحتاج الى مختصين، يعني واحد ما يقدر يسوي خوهم، ما راح يجيبون اسمنت وجبنتو مع هاي الامور، هذا يحتاج الى هو احنا جابوا فنانين لنصب الكهرمان وصاروا تعرف صار الموضوع هم ترند ومزق. المختصين واحتاروا شلون يصلحون ما تم خسارته. هذا الموضوع مو متطوع، هو مو بيت انا اجي وانظفه وارممه، هاي اثار، هاي امانه، هاي لا تحتاج الى مختص لحد يسمعنا. هم والله نقول احنا نحتاج متطوعين او متطوعين سيقومون بالادامه. ازل كلامك صحيح، ايضا هنالك اكو تعاون مع منظمه النصب العالميه، هذه منظمه مختصه بترميم وتاهيل الاثار، صارت عمليات ترميم على البوابه عشتار اللي موجوده بالقرب من شارع الموكب. لكن الحديث الان عن تغير مناخي وايضا عن مستقبل هذه المدن التاريخيه بالبلاد، احنا ما عندنا تقريبا اي شيء حديث، كل اللي احنا نتحدث به واللي نتمسك به هو ماضينا، ماضينا اللي موجود بوابه عشتار وغيرها من المواقع التاريخيه اللي موجود. فاحنا يعني اكيد من خلال هذا البرنامج لازم نقول انه نضم صوتنا طبعا لصوت الاثاريين اللي موجودين في بابل وباقي محافظات العراق، لازم يصير هنالك مؤسسه معنيه بالحفاظ على التراث العراقي بالتعاون مع مهندسين معماريين ممكن يكونون
دوليين طيب. او لديهم خبرات احنا كبيره احنا وايضا لازم... الاثارين اللي موجودين في بابل وايضا في كلياتنا بالعراق. طيب احنا كان يعني المفروض نعطي مساحه اكبر هذا الموضوع لاهميته، لكن تعرف انه احنا اخذنا ذاك الموضوع حتى موضوع الهجره، فان شاء الله نوعدك بحلقات اخرى يكون هناك معلومات اكثر، يجوز فد شيء متطور اكثر، يجوز هسه صوتنا يوصل للجهات المعنيه وتتحرك شويه، انا ما اعرف هم الحكومه نائمه وما تدري ولا يتحركون اصلا ما لهم دخل. على العموم باكر نكمل بقيه المواضيع، هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر، في امان الله. اذا وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، الى اللقاء.